عزيزا بدل. في عادة لهذه الحلقة عند إمامنا مساء يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. علوم القرآن. كل علم من علوم التفسير فهو من علوم القرآن، وليس كل نوع من علوم القرآن يكون من علوم التفسير. علوم القرآن. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. علوم القرآن. القرآن من فضل الله على الإنسان أنه لم يتركه في الحياة يستهدي بما أودعه الله فيه من فطرة سليمة تقوده إلى الخير وترشده إلى البر فحسب، بل بعث إليه